السادة المشاهدين والمتابعين الآن على فيسبوك وعلى منصات قاف التفاعلية، استسمح منكم عدم نقل بقية الأسئلة لأن وقت الحلقة بدأ يداهمنا، ولكن يعني أبشركم في نهايتها أن يعني نؤمن سويا على دعاء شيخنا بعد طلبي منه بذلك فيما يتعلق بما بدأنا به هذه الحلقة وهو الرزق. وربما الكثير من السادة المتابعين اليوم في ضائقة مادية والجميع يمر بظروف صعبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرجها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. آمين. لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه. لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنك قلت وقولك الحق واسأل الله من فضله، وقلت وقولك الحق أدعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم إنك القابض الباسط تقبض وتبسط، وإن الخير كله بيدك. اللهم فابسط لنا أجمعين ولكل السامعين والسامعات والمشاهدين والمشاهدات من فضلك ورزقك الحلال الطيب الذي لا يطغي. اللهم إنا نعوذ بك من كل عمل يخزينا، ونعوذ بك من كل أمل يلهينا، ونعوذ بك من كل صاحب يردينا، ونعوذ بك من كل غنى يطغينا، ونعوذ بك من كل فقر ينسينا. اللهم ما أنت قاسمه في هذه الليلة من خيري الدنيا والآخرة، فاجعل لنا ولجميع المشاهدين والمشاهدات والسامعين والسامعات منه أوفر حظ ونصيب. اللهم ربنا، اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم سع علينا، اللهم سع علينا، اللهم سع علينا. اللهم إن يداك سحاءان الليل والنهار لا تغيضان. اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك من فضلك. اللهم سع علينا أجمعين، اللهم سع علينا أجمعين. اللهم وسع أرزاقنا وحسن أخلاقنا. واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك أن تنظر إلى هذه الأمة بعين رحمتك. اللهم ارحم ضعفاء هذه الأمة وفقراءها والمشردين والمسجونين والمظلومين والمضطهدين. اللهم إنا نسألك أن تنظر إليهم أجمعين بعين رحمتك. وأن ترحمهم رحمة عاجلة من عندك تغنيهم بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك أن تغني شباب هذه الأمة عن التشرد والذهاب إلى الأمم الأخرى. اللهم أغنهم بحلالك عن حرامك، وافتح لهم خزائن رزقك وأبواب فضلك. اللهم يسر لهم سبل العيش الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تيسر لهم أجمعين سبل العيش الكريم، وأن تردهم إلى ديارهم سالمين غانمين منصورين موفورين. اللهم افتح لهم أجمعين خزائن رزقك وأبواب فضلك، وأعنهم على نوائب الحق وقضاء حوائج الخلق. وافتح لهم خزائن الرزق، وأعنهم على حقوق الدنيا بالميسرة وعلى حقوق الآخرة بالمغفرة. آمين. اللهم أعنا على حقوق الدنيا بالميسرة وعلى حقوق الآخرة بالمغفرة. آمين. اللهم أعنا على حقوق الدنيا بالميسرة وعلى حقوق الآخرة بالمغفرة. آمين. اللهم لا تجعل لنا إلى لئيم حاجة، اللهم لا تجعل لنا إلى لئيم حاجة. آمين. اللهم لا تجعل لنا إلى لئيم حاجة. آمين. اللهم أغننا بفضلك عمن سواك. يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا وبارك بكم ونفع بكم هذه الأمة فضيلة شيخنا العلامة الشيخ محمد الحسن الددو رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وشكر الله لكم لوجودكم معنا، تكرمونا في كل حلقة من برنامج ليتفقهوا في الدين. جزاكم الله خيرا. أكرمكم الله.